جهود السلطات الرقابية والقضائية في كشف كبرى ملفات الفساد في الأنبار، حيث تتواصل جهود ملاحقة الفاسدين والمتورطين بالتلاعب بأراضي المحافظة عبر تمليك بعضها والاستحواذ على البعض الآخر بطرق ملتوية تقفز فوق القانون. وبموازاة هذا الفساد المستشري، تتعاظم جهود هيئة النزاهة ومن خلفها الجهات القانونية في الإطاحة بالفاسدين الواحدة تلو الآخر، ليصل عدد الذين تم اعتقالهم في قضية الاستحواذ على أراضي الأنبار إلى 7 متهمين، وقد يرتفع العدد في الأيام المقبلة. إذن تمكنت هيئة النزاهة من الإطاحة بأحد أبرز المتهمين بالتلاعب والاستحواذ على أراضي محافظة الأنبار، حيث أعلنت الهيئة تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المدير السابق لناحية الوفاء لتورطه بقضية فساد الأراضي. الهيئة أوضحت في بيان أنها تلقت معلومات عن مكان وجود أبرز المتهمين في قضية تمليك قطع أراضي الناحية التي أطيح على إثرها بمدير تسجيل عقار الأنبار، والتحرز على ما يقارب 70,000 إضبارة تم تمليكها بصورة مخالفة للقانون، مبينة أن المتهم الرئيس كان يشغل منصب مدير بلدية ناحية الوفاء، وأنه تم اعتقاله خلال تواجده في منزل عديلة بحي البنوك في بغداد.